شدها فوق، شد الجزمه، لاحظ التأثير. هو قافل الهايتن لأن هو بلينر، لو سلندر هتختلف. هي عبارة عن بعدين بس ملهمش بعد تالت. يبقى أنا بتحكم في المكان بتاع الإحداثيات اللي هو البلينر ده، المابينج، أكبره وأصغره حسب الجسم من هنا، لينس والويتس والتايل لو عايز يبقى فيه تايل، مش عايزه اخليه كله على واحد، عايزها تاخد نفس الاحداثيات الصورة تخليها ريل وورلد ماب سايز، عايزها تتشد واسيبها زي ما هي. ده بالنسبة لل UV مابينج. ال اون راب يعني لا مش الانراب، في اللي هو بيشيلها اللي هو يو في مابينج كلير، ده بيشيلها، بيشيل الماب اللي موجودة على الجسم. يبقى انا كده شلت الماتيريال. تمام، في بعد كده اليو في مابينج اد لو عايز تضيف ماب زيادة. في دبليو اكس فورم برضه تخلينا نعدل في الماب. تمام، لكن ما يعني دي التعديلات دي بتبقى على الجسم نفسه مش على الماب، مش على الاحداثيات بتاعت الماب يعني. تمام، نخش بعد كده على الفري فورم ديفورمر. في طريقة تانية لإزالة ال material عن طريق more، ونختار UVW remove. حدد من هنا وقوله كده بيشيل material ويرجع اللون زي ما كان. ممكن UVW دي هيشيل بقى هيشيل الإحداثية بتاعتها.